أستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، دكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، البروفيسور دوني داربي بريزيدان لونيفرسيتي فرانسيز ان ايجيبت، السادة الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، السادة مدير ومديرات المدارس الأمانة، سيداتي سادتي وأبنائي الطلبة، يسعدني ويشرفني استقبالكم في مدرستنا مدرسة كوليج دو لاسال الفرير بالظاهر، خاصة في هذه القاعة في هذا المسرح اللي تم تجديده مؤخرا. كلمة تهنئة لأبنائنا الطلاب، طبعا مجهود سنة، إنما مش مجهود سنة واحدة، إنما مجهود سنين من الحضانة إلى الابتدائي إلى الإعدادي إلى أولى وتانية وتالتة ثانوي، ما هي إلا حصاد لهذه السنوات العديدة. فإذا منهنئ المدرسين كلهم من حضانة إلى ثانوي، منهنئ مدير المدارس، ومنهنئ الأهالي اللي هم دايما بيضحوا من أجل أبنائهم. طبعا السنة دي تشرفنا من نتائج رائعة لمدارسنا، واللي أشاد بها السيد الدكتور الوزير عند إعلان النتيجة، قال إنه المدارس خاصة الفرنسية من الأمانة العامة هي اللي حصدت الأماكن الأولى في امتحان الثانوية بالأخص. وسكان إحنا مدعمين التعليم، نهتم بالتعليم، الجانب الآخر لرسالتنا وهي التربية لا تقل أهمية بالنسبة لنا لإعداد المواطن الصالح لبلدنا الحبيبة مصر. فالتهنئة للكل وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله أمسية جميلة للجميع.